إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعي الكرام، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل إسلام الملاح. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. صدق الله العظيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي خلقنا وسوانا، وله الحمد على ما أنعم به علينا وأولانا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه، وأثنى عليه جل وعلا في كتابه وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه من الذين صلحت قلوبهم وأنفسهم وحسنت أخلاقهم وكانوا من الفائزين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية عطرة طيبة لكم من هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا يحلو الذكر، حيث اللقاء في بيت من بيوت الله، مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون العريق بالقاهرة. نشرف بنقل صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر أثير موجاتنا، موجات الإذاعة المصرية، سائلين الله سبحانه وتعالى القبول. مستمعي الكرام، يستحب للمسلم أن يداوم على تلاوة القرآن الكريم وأن يكثر منها، وهو بذلك يتبع سنة جليلة من سنن الإسلام. وقد بين الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم فضل تلاوة القرآن. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وتستمر الرحلة عبر أثير الإذاعة المصرية مع كتاب الله تعالى. واليوم موعدنا مع سورة الأنبياء، نستهلها معكم بصحبة القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. نسأل الله له حسن التلاوة ولنا حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لا قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين.
لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماء ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. ومن أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل. لا يسأل عما يفعل. لا يسأل عما يفعل.
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تناوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هكذا مستمعي الكرام بدأنا معكم هذا اللقاء، لقاء الفجر، بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأنبياء، تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. مستمعي الكرام، على المرء أن يلح في الدعاء ويحسن الظن بالله تعالى، وأن يعلم أنه حكيم عليم قد يعجل الإجابة لحكمة
وقد يؤخرها لحكمة، وقد يعطي السائل خيرا مما سأل. يستجيب الله سبحانه وتعالى الدعاء من عباده جميعا، وعلى الداعي أن يلتزم بشروط استجابة الدعاء ليكون دعاؤه مقبولا. ووعدنا الله تعالى باستجابة الدعاء في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فيجب على المسلم أن يحسن الظن بالله حتى يستجيب الله له دعاءه. الآن مستمعي الكرام، اللقاء مع الدعاء والابتهال بصحبة المبتهل شريف عبد المنعم خليف، تقبل الله منه. لا إله إلا الله، لا وبحر جودك مورد لكل ظمي، فاجعل بفضلك حسن فاجعل بفضلك حسن العفو يشملني، واغفر ذنوبي وكذاك بالمسك النبوءة تختم، هو رحمة للعالمين.
هو رحمة للعالمين، وإنما بالمؤمنين هو الرؤوف الأرحام. في ليلة الإسراء في ليلة الإسراء جبريل يمسك بالركاب ويخدم فرقا السبع العلى في موكب هو فوق ما يتصور المتوهم. فرقا إلى السبع العلى في موكب هو فوق ما يتصور المتوهم. يا ليلة الإسراء يا ليلة الإسراء أفصحي للمسجد الأقصى بل أكرمك
ودعا محمدا لأن يتقدما قد نجا من نال حبك قد نجا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح
خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله نداء حق من عند الحق بلسان حق في وقت حق. لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا مستمعي الكرام، رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا، من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، وقد رفع الأذان المبتهل شريف عبد المنعم خليف، بعدما استمتعنا معه بفاصل من الدعاء والمدائح النبوية. أخي المستمع الكريم، جدد التوبة والأوبة، واعلم بأن الله سيفرح بتوبتك مهما عظم ذنبك، وهو سبحانه الغني عنا كما قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلة له بأرض فلا فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه فآيس منها فأتى شجرة فاضطجع بظلها، فبينما هو كذلك إذا به يرى راحلته قائمة عند رأسه عليها طعامه وشرابه، فأراد أن يعبر عن فرحته العارمة فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. ففرح الله بتوبتك أخي المستمع الكريم أعظم من فرحة هذا العبد بأوبة راحلته إليه، فلما التسويف؟ فما من ليلة تمر علينا إلا وربنا جل جلاله يتنزل إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يتنزل سبحانه كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وفيما رواه البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي تبحث عن ولدها، فلما وجدته ألزقته ببطنها فأرضعته،
فلما نظر النبي إلى هذا المشهد الرقراق الحاني التفت إلى الصحابة وقال: أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها، فاللهم ارحمنا واغفر لنا وتب علينا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. الإخوة هنا في ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة، والتي يؤمنا فيها فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. تعالوا نعود معه مرة أخرى إلى ساح خير الكلم القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثر فوق رأسه من عذاب الحميم.
إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق كذلك وزوجناهم بحور عين صدق الله العظيم الفاتحة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية
وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين
فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء بين يديك. اللهم ارحمنا برحمتك يا الله، واسترنا يوم العرض عليك. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم تقبل أعمالنا وأحسن ختامنا، وارزقنا تقواك وامنحنا رضاك، وأدخلنا الجنة بسلام، وارزقنا صحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك، وقلوبا منعمة بشكرك، وأجسادا هينة لينة بطاعتك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. هكذا مستمعي الكرام، بفضل من الله ونعمة أدينا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. كنا معكم وشرفنا بهذه الإذاعة الخارجية قارئا للقرآن الكريم الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، ومبتهلا المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف. كان معنا من أسرة الإذاعة الخارجية المهندس جمال عبد الكريم الماحي وجلال عبد النبي، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء أحمد عبدو، تامر عبد الغني، أحمد رامي، ولبيب عبد الهادي، ومن استوديو 2 الزميل وسام محمد. كان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه تحياتي إسلام الملاح. الميكروفون يعود مرة أخرى إلى استديوهاتنا، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم، يوم السبت
الثالث عشر من شهر رجب من عام 1444 من الهجرة النبوية، الموافق الرابع من شهر فبراير من عام 2023 من الميلاد.